الدكتور علاء حجاج، استشاري الجلدية والتجميل والليزر وزراعة الشعر، مركز دكتورز ميديكال سنترز. طبعا الفنان الرائع البيومي فؤاد أبدع فيه دكتور المزارية، لكن بوصه بوظ افكار الناس على الطب بس بشكل كوميدي. الحقيقه كان دمه خفيف قوي. هو طبعا والعبقري احمد مكي من الناس المعجبين جدا باداء احمد مكي حتى في الاغاني. لكن خليني اقول لكم انه حكايه زراعه الشعر دي في العالم كله شيء مهم جدا. انسان لما بيفقد شعره سواء كان نجم او انسان عادي، الموضوع بالنسبه له ممكن يوصل لدرجه العقده ويحزنه جدا جدا. وطبعا في عالم التجميل او في عالم الشعر كمان، يعني عشان الشعر جزء من عالم التجميل، كان دايما نجوم السينما بيدوا انطباعات معينه لجمهور العالم كله. ليه؟ لانه الممثل او نجم السينما متشاف جدا. يعني مثلا لما اقول لكم من ابرز الناس اللي عملت زراعه شعر في العالم كيفن كوستنر، طبعا البارع جدا. شوف وصل كان لمرحله ايه. على فكرة الصورة على الشمال دي في سن مبكر كان وصل لمرحلة مخيفة في فقد الشعر، وشوف دلوقتي شعره وصل إلى إيه. برضو ميل جيبسون من الناس اللي تأثروا جدا بفقد شعرهم، وكان شعره ضعيف ميل جيبسون من زمان. زراعة الشعر رجعت له جزء كبير جدا من شكله ووسامته وشكله. يعني مثلا حد يجي يقول إن الصورة القديمة على الشمال قبل الصورة على اليمين بسنين. برضو واين روني من اكتر الناس بقى اللي فعلا انا في رايي عملوا بروباجندا لزراعه الشعر، لانه روني كان فقد جزء كبير من شعره ولعب كوره، وبعتقد انه لعيبه الكوره كمان يمكن مثلا التزامهم بالاساليب العلاجيه والادويه وبتاع والكلام ده كله اصعب من ممثلين السينما، والمساله اوضح لانه ده في ملعب بيجري بقى وعرق وبتاع والكلام ده كله، فشعره بيبان على حياته، فمن الناس اللي استفاد جدا. برضو ماثيو ماكونهي النجم الاسطوري دلوقتي من الناس اللي عملت زراعه شعر ونجحت جدا. بين افليك وتوم هانكس الاثنين برضو، وبين افليك بقى يعني اعتقد ان شعره كان في حاله سيئه جدا. وجون ترافولتا كمان من الناس اللي عملت زراعه شعر بشكل جيد وناجح للغايه، وهو من الناس اللي عندهم شعر يعني مميز جدا وطول عمره مميز بيه. في مصر مش عايزين نحط صور، لكن في ناس كتير زرعت شعر في مصر. زراعه الشعر اليوم هي الصيحه الاكثر نجاحا في عالم جراحات التجميل، بس عايز حرفنه وعايز تيم وورك محترف. زراعه الشعر مش عمل فردي، لكن دايما له ليدر، لكن له قصه كبيره جدا. هو عمل جماعي عايز صبر كبير. النهارده عندنا ضيف من الناس المتميزين جدا في عالم زراعه الشعر، ومن الناس اللي بتقدم جهد جيد جدا، وليدر لفريق عمل متميز جدا في هذا المجال في عالم زراعه الشعر. واعتقد انه حواري اليوم معاه هيكون حوار دسم للغايه، وهيكون عنوانه النقاط الخفية، النقاط الأسئلة الهامة جدا حول زراعة الشعر. كيف تكون زراعة الشعر ناجحة؟ إيه الخطوات النجاح فيها؟ وإيه الحاجات اللي لازم نبعد عنها تماما عشان ما تكونش لا قدر الله فاشلة؟ ضيفي العزيز قيمة علمية كبيرة واسم كبير في هذا المجال هو الأستاذ الدكتور علاء حجاج. أهلا بك يا دكتور علاء، منور. أهلا بحضرتك، سعيد جدا بهذا اللقاء. ربنا يكرمك. عايز أبدأ الأول عن الشعر في العالم العربي، مشاكله ايه؟ مشاكله كتيره. بالنسبه لمشاكل الشعر بتختلف ما بين اذا كان هو ولد او بنت. ممكن نبتدي من سن الطفوله، يعني بالبنات في سن الطفوله الام مثلا بتيجي تسرح لبنتها شعرها، مع الوقت البنت بتقلد مامتها وتبتدي تسرح شعرها وتشد الشعر للخلف، فتلاقي الجبهه نفسها بتبقى المساحه بتاعتها بتبقى عريضه، فدي بتكون من اكثر المشاكل اللي بتؤذي البنات مع سن مرحله البلوغ. لكن بالنسبه
الاولاد في الطفوله ما بيكونش فيه مشكله، لان مرحله الجين الوراثي اذا كان فيه صلع بيبتدي من سن 18 سنه. فبيجد ان عند سن 18 سنه التساقط بيبتدي يزيد معاه. الطبيعي عندنا بالنسبه للتساقط الشعر او التجديد اليومي لتساقط الشعر بيكون من 50 ل 100 شعرين. اذا زاد عن كده يبقى فيه مشكله، المشكله دي ممكن تكون نقص تغذيه او سلوك معين للشعر، اذا كان مثلا غسيل بصفه مستمره، استخدام مواد كيميائيه كتير، او يكون فيه مشكله وراثيه. المشكله الوراثيه بتبتدي من سن 18 وتكتمل معانا عند سن 28 سنه مع الوقت. تمام. امتى اقول او يجي عيان يقول لك انا عندي مشكله فعلا في شعري؟ يبتدي يجي عند سن 20 او 22 سنه، بيبتدي يحصل فراغات في مقدمه الشعر، بيحصل تمبورال ريستريشن في المنطقه دي، يحصل تراجع في الـ في الـ في الشعر في المنطقه دي وفراغ فيه. بعد كده بيبتدي يقلق ويحس ان بيكون عنده هيوصل لمرحله الصلع، فبيبتدي يسرع ان هو يجي لزياره الدكتور المختص. بنقيم الوضع في الوقت ده، بنعرف ان احنا نعالجه ازاي. طريقه العلاج بالنسبه لتساقط الشعر بنكون عندنا يا اما بنحاول ان احنا نعرف السبب ونأخر اذا كان في صلع بنأخره، او ان احنا بنوصل معاه لمرحله زراعه الشعر. مرحله زراعه الشعر دي لازم تكون خريطه الصلع مكتمله. عشان نوصل ان احنا نبقى العمليه ناجحه لازم نكون الخريطه، المنطقه اللي هنبتدي نزرعها يكون فيها فراغ واضح. ما ينفعش ان انا ازرع شعر في مكان يكون بجواره شعر موجود، بيكون لان ممكن مع الوقت يحصل فراغ في المنطقة اللي ما وقعش فيها، فالخريطة نفسها هيكون شكلها مختلف. هنقف قدام الكلمة دي، بس أنا عايز الأول نشرح للناس إيه مراحل تساقط الشعر، لأن ناس كتير ما تعرفش إن الشعر بيمر بمراحل. تمام. في النمو والتساقط، أناجين كاتاجين تيلاجين. تمام. نشرح للناس بشكل مبسط عشان يفهموا. إحنا عندنا ثلاث مراحل للنمو، في عندنا الأناجين والكاتاجين والتيلاجين، مرحلة النمو ومرحلة المرحلة الانتقالية ومرحلة السكون. دي بيكون ليها وقت معين. لما بيكون في مشكلة في الجينات الوراثية المرحلة دي بيحصل لها اختلال بصفة مستمرة. عندنا مثلا بالنسبة للبنات بيكون عندهم اختلال في الهرمونات، لما بيكون في اختلال في الهرمونات بيحصل تساقط للشعر، اذا كان في عندهم الدوره غير منتظمه، عندهم تكيس على المبايض، ده بيؤدي لتساقط الشعر بصفه كبيره وبتكون ملحوظه. ده بالنسبه للبنات. بالنسبه للبنات برضو بيتهيألي انه الاستخدام المفرط للاستشوار والمكان دي من ضمن الاسباب بقى اللي هي مش مرضيه. الاسباب اللي بيكون للشخص نفسه بيقوم بيها، انها بتستعمل مثلا المكوى بصفه مستمره، ممكن الناس بيستعملوا الكرياتين او البروتين عشان فرد الشعر اذا كان الشعر مجعد. خطر ده. ده طبعا ده كارسينوجينيك، يعني بيسبب سرطان طبعا. طبعا بيتم اخفاء الموضوع ده في مراكز التجميل، ان بيقولوا ان هو علاجي او حاجه زي كده. لا طبعا، كل المواد دي بيكون فيها فورمالين وبتؤدي الى تدمير فروه الراس، والانتاج بتاع الشعر بيكون ضعيف جدا. بعد حوالي اسبوعين او شهر من الاجراء ده بيحصل تلف والشعر بيحصل فيه مشاكل كتير قوي. وانت حضرتك قلت انه هذه الكرياتين والبروتين والحاجات دي لا كارسينوجينيك. بالظبط. بتؤدي الى سرطان. بالظبط. وفي بعض الحالات بيقولوا ان مفيش فيها بروتين، فيها فورمالين، ولكن فيها مواد بتتحول بعد كده للفورمالين، فبيؤدي طبعا الى تلف. طبعا بتؤدي لنتيجه كويسه جدا بالنسبه لفرد الشعر، انها بتكويه. تمام. وبعد كده بيحصل تلف لفروه الراس، فالانتاج للبصيلات بيكون ضعيف جدا، انت عندك ارض وحرقتها. بالظبط. عايز اروح واحنا بنتكلم على طرق العلاج المختلفه للتعامل مع الصلع، قبل ما نقولها بس نشرح فكره او كلمه خريطة الصلع واضحة، الحتة دي عايز افهمها. خريطة الصلع دي بتختلف من شخص للتاني على حسب الرسمة الوراثية اللي موجودة في العيلة نفسها. بمعنى ان في بعض الحالات بيكون عندهم الزوايا بتاعت الشعر بس، هي الراس هي اللي بيكون فيها الصلع. فدي بنشوف الرسمة بتاعت العيلة وده بنتوقع بيه المنظر اللي هيكون موجود عليه. بمعنى
ان احنا عندنا الحاله الوراثيه لو جايه من عن طريق الام فقط، اذا كان الخال هو اللي عنده المشكله دي، فبتكون نسبه الاصابه في الاسره اذا كانوا اربعه بيطلع معاهم واحد بس اللي بيكون عنده الصلع. لو جاي عن طريق الاب وعن طريق الام بتكون نسبه الاصابه بالصلع حوالي 50%. بمعنى ان احنا لو عندنا ولدين او بنتين ممكن ولد او بنت يحصل عندهم المشكله دي. الصلع في الولد غير البنت، الصلع في الولد بيكون مكتمل لكن البنت بتحافظ على التاج نفسه بتاع الشعر موجود ولكن بيحصل في تساقط في منطقه الكراون نفسها. تمام. فالاختلاف الكراون اللي هي منطقه الكاب نفسه، الكاب اللي هو قبه الدماغ بالظبط. تمام. لكن الاطار الخارجي بيكون موجود فيه الشعر بصفه الى حد ما واضحه، لكن بالنسبه للولد بيحصل التيمبور ريسيشن وبعد كده بيبتدي الشعر يتراجع تدريجيا في منطقه الكاب لغايه ما يوصل للاوكسيبيتال المنطقه الخلفيه. بتكون ليها مراحل، بتبقى مرحله اولى وثانيه لغايه المرحله السابعه. في الحاله دي انا في البدايه ما بنصحش بموضوع الزراعه، انا بنتظر لما تكتمل خريطه الصلع الاول وبعد كده اقرر موضوع الزراعه. ليه؟ لو انا زرعت في المرحله المتقدمه في البدايه في مرحله اولى مثلا، في الحاله دي هو ممكن يكتمل معاه الخريطه الصلع مع الوقت. بمعنى ان انا لو زرعت الزاويتين والمنطقه اكتملت يبقى في منظر كده بقى عنده منطقتين مزروعين في ناطق طلع فيها شعر والبنات الثانيه بدات تصلح، فالمنظر العام هيبقى شكله سيء، افضل له انه ما كانش يزرع. فلذلك حتى بعض الحالات لما بييجوا عايزين يزرعوا وشعرهم خفيف يقول لك ازرع لي باي نتيجه كانت، لكن في الحاله دي احنا بننصحه ان انت انتظر لما النتيجه تكتمل وبعد كده ازرع بحيث ان انت تحس بنتيجه الزراعه والشكل يكون شكله متناسق. طب عايزين نرسم خريطه الزراعه، يعني ايه الافكار اللي كانت في دماغ الناس عبر تاريخ، لان عمليه زراعه الشعر عمليه تاريخيه، عمليه قديمه بدأ من سنين طويله. ايه الافكار العامه حول عمليه زراعه الشعر؟ كانت زراعه الشعر في البدايه كانت بتتم بعمليه الشريحه. طبعا الشريحه دي كان ليها مشكله كبيره جدا، بتكون سايبه علامه دائمه موجوده في المنطقه الخلفيه، طبعا هي بتدينا كثافه لان طبعا الشريحه اللي بتتاخد بناخد كل البصيلات اللي موجوده فيها وبنبتدي نزرعها. ولكن الاسكار اللي كان موجود ده بيؤدي ان احنا جرح سيء، منظره سيء، وفي نفس الوقت بياخد جزء من فروه الراس في المنطقه الخلفيه، وبعد كده ممكن بيحصل معاه بعض النزيف، ممكن يحصل ميكروبات بتتجمع في المنطقه دي فبيؤدي الى كل فتره بيتكون فيه بعض الانفكشن او الخراريج والكلام ده. بتديناش فرصه ان احنا نكرر العمليه اكتر من مره، لكن زي ما شايفين قدامنا كده عمليه اللي بيكون فيها خياطه وبيكون فيها جرح وبيكون الموضوع بيكون فيه الم. طبعا هي بتدينا فرصه ان احنا بناخد كميه عاليه ولكن بتأدينا ان بعد كده بيكون فيها ما نقدرش نكررها مره ومرتين وثلاثه. لكن بالنسبه للعمليه اللي هي الاف يو اي ان احنا بناخد فيها الاقتطاف، دي بتكون بسيطه جدا ومع التطور بنستخدم الات ادق. قبل كده كنا بنستخدم الات بيكون مثلا القطر بتاعها 1.2، فطبعا بيكون المسافات ما بين الشعر المزروع بتكون مسافات واسعه، لكن في الوقت الحالي بدانا بنستخدم طرق دقيقه جدا بحيث ان يكون المسافات ما بين الشعر بتكون غير ملحوظه وتدينا كثافه اعلى. دي الاقتطاف. ده الاقتطاف، احنا بناخد بصيله وبنترك حواليها ثلاثة أو أربعة بحيث إن إحنا ما يحصلش فراغ في المنطقة اللي بناخد منها البصيلات. الاقتطاف إذن هو دلوقتي واضح إن هو المتربع على عرش زراعة الشعر. عايز أتكلم برضو عن رسم بداية الشعر. تمام. يعني الكلمة دي معناها إيه؟ رسم بداية الشعر. إحنا بنحاول يكون الرسمة مطابقة للرسمة بتاعة الشخص نفسه ايام ما كان عنده شعر. الرسمه دي بيكون ليها زوايا معينه بحيث ان احنا ناخدها على حسب الحاله بتاعته. لو هو عنده المساحه بتاعته كبيره ممكن الرسمه دي نرجع بيها للخلف شويه بحيث ان هو ياخد جلسه واحده ويغطي بيها المساحه الصلع اللي عنده. لكن لو المساحه متوسطه، لو واخد مثلا نصف الراس من قدام، الرسمه بتكون كامله زي الشكل القديم بتاعه بالظبط. هل المنطقه اللي احنا خدنا منها اختطفنا منها الشعر بيحصل فيها تأثير الاقتطاف؟ يعني واضح انه امن، ما فيش فيه مشاكل، ما فيش انفكشن، ما فيش
لا بالنسبه للانفكشن مش نسبه كبيره، ولكن طبعا الاقتطاف ده لازم يتم بحرفيه، لان البصيله اللي بتتاخد ما بيطلعش مكانها تاني. فلازم تتاخد بطريقه ان احنا بناخد بصيله ونسيب حواليها عدد من البصيلات، بحيث ان المنظر العام بعد فتره، طبعا بعد اسبوع من العمليه ما بيكونش فيه اي اثر موجود للبصيلات اللي تم اقتطافها، ولكن انا لو خدت اكتر من بصيله من المنطقه دي هيترك اسكار مكانها. فهو دي اهم حاجه، ان انا ما فيتش المريض ان انا ازرع له شعره وبوظ له المنطقه المنحه. طيب انا كده ما عملتش حاجه. المنطقه المنحه اللي هي المنطقه الخلفيه بالظبط. المنطقه الخلفيه والجناب خلف الظهر، خلف الرأس والجناب، دي المنطقة المنحة. كل ما كانت المنطقة المنحة كثيفة، كل ما كانت النتيجة بالنسبة لنا بتكون ممتازة. واحنا في بعض الحالات واحنا شغالين، لما بنيجي نشتغل مع المريض وناخد البصيلات، كل ما كانت البصيلات غامقة، كل ما كان ده معناه ان البصيله بيكون فيها اكتر من 3 شعرات او 4 شعرات. كل ما ده بيدينا كثافه اعلى في المنطقه اللي بنزرعها. فطبعا اهم حاجه المعاينه الاولى للحاله نفسها، نشوف اذا كانت البصيلات اللي موجوده دي هتدينا كثافه عاليه او المنطقه المنحه عنده ضعيفه. الراجل يختلف عن الست، يعني مثلا هنا راجل، دي حاله من حالات دكتور علاء مشكورا. طبعا خدنا قرار، يعني اقرار من بقبول العرض. تمام. من ده مهندس احمد. عايش في امريكا. تمام. هو ده يعني عمل العمليه، كان طبعا عنده المنطقه الاماميه والمنطقه الخلفيه. تمام. احنا عملنا في المرحله الاولى المنطقه الاماميه، دي قبل اي حاجه، ده قبل العمليه. تمام. صلع وراثي. صلع وراثي. تمام. ولكن هو عنده المنطقه المنحه كانت قويه جدا، وده برضو ادانا نتيجه كويسه. نشوف برضو بعد اسبوع، ده برضو قبل العمليه. نشوف بعد اسبوع من العمليه، ده المنظر العام مفيش اي مشاكل موجوده. هو العيان لازم يحلق كل حاجه، لازم يحلق الشعر على درجه واحد، خليه درجه قبل العمليه عشان نقدر ناخد البصيلات. احنا ما بناخدش الشعر، احنا بناخد البصيله ما بناخدش الشعر، وبعد كده بيتم زراعتها. ده الرسمه اللي موجوده، وخدنا فيها النصف الامامي للكرام كله. تمام. واتزرع في جلسه واحده. كم شعره دول تقريبا؟ دول عملوا حوالي 10,000 شعره. الله. بيكونوا حوالي من 2800 ل 3200 بصيله. تمام. ده بعد قد ايه؟ ده بعد شهرين. تمام. طبعا في المرحله الاول 3 شهور بيحصل تغيير للشعر اللي موجود، لان طبعا احنا بناخد البصيله بيكون فيها شعريه صغيره، معنى ان الشعر يبتدي يقع في البدايه، ده معناه ان الدم وصل للبصيلات وعمل عمليه تغذيه ليها، وبيبتدي يحصل انتاج للشعر مره ثانيه. ده منظر بعد 9 شهور. ده شعر رائع جدا. خلاص باين جدا. تمام. باين جدا الشعر. تمام. نمو واختلف معاه طبعا. ده بقى ده منظره بعد سنه. رب دقن بقى وشو. باشمهندس ده بقى حاجه ده كان بيتابعنا من بره على طول باستمرار، انه عايش بره وبيتابعنا بالصور باستمرار. برضه بمناسبه الدقن والشنب، لانه في ناس كتير بيبقى عندها مشاكل في اجزاء معينه من الدقن، اجزاء معينه من الشنب، عايز يربي شنبه بس في حته مش طالعه. تمام. هل في يعني ترى انه زراعه الدقن والشنب تقدمت؟ زراعه الدقن والشنب موجوده بنجاح كبير جدا، ولكن لازم نعرف السبب، لان لو السبب كان موجود ثعلبه ففي الحالة دي بالظبط احنا ما بنزرعش ليها الشعر، لان ممكن تتكرر في مكان تاني. لكن لو الدقن خفيفة، هو مولود كده دقنه خفيفة، ممكن نعمل عملية تكثيف ليها للمنطقة دي. والحواجب برضو نفس الوضع. كنت لسه هسألك على الحواجب. الشعر الراجل وشعر الست، الزراعة بينهم وبين بعض ايه الفرق بينهم؟ القصة كلها بالنسبة زي ما قلنا، ان الحالات للسيدات لازم تتفحص بنسبة عالية جدا، لان بيكون سبب عندها الجين الوراثي بيكون متمكن منها. اهم حاجة عندها المنطقة المنحة تكون كويسة. مفيش فرق بين الاثنين بالنسبة للزراعة، النتائج كلها بتكون قريبة من بعضها، ولكن هي اهم حاجة المقياس بالنسبة لنا هو المنطقة المنحة. هنروح للشارع واسمعك سؤال من الشارع. دايما اسئلة الشارع مختلفة عن اسئلتنا. الناس في زراعة الشعر، انا عرفت ناس بتقعد تسأل اي حد تقابله لمدة سنة بيعاني من مشكلة، هو يسأل كتير قوي جدا. مريض الشعر بيقعد فترة طويلة جدا قبل ما يسأل القرار. على ما ياخد قرار ممكن ياخد له 2 أو 3 سنين عشان ياخد القرار. بالظبط. تعال نشوف الشارع بيسأل ايه عن الشعر. ايه اللي كنت عملت؟ مش عايز. لا مش عايز. انا اللي اسألك.
انا بس عايزه اعرف احافظ على شعري بعد كده يعني وعايزه اخليه يطول، لان هو فعلا بقاله فتره ما بيطولش وثابت ومقصف، فانا خايفه من الموضوع ده. لو في ناس بيقع شعرها كتير قوي في سن العشرينات وكده، والجامعه طبعا انت عارفه ده سؤال عام عن الشعر، يعني تمام. حاجات الشعر اللي بيقع شعر، لانه في بنات بتترعب من الشعر ده اكيد طبعا، لانه مظهر جمالي بالنسبه لهم. هي المشكله في ايه؟ المشكله ان ممكن يكون استخدام الفرد تمام او استخدام المكوى بصفه مستمره، ده بيعمل جفاف للشعرايه نفسها فبيعمل لها تلف. ده طبعا ناتج مثلا في بعض البنات ما بيشربوش ميه كتير، عايشين على المياه الغازيه، فبيعمل جفاف لفروه الراس. في بعض الحالات لما بنيجي نديهم جلسات بلازما لتغذيه البصيلات، بنحس ان البشره الجلد نفسه في بنسمع صوت الابره وهي داخله، في مع ان الابره رفيعه ودقيقه جدا بنحس بيها، نعرف من كتر الجفاف فروه الراس. ده كله ناتج على انه ما بيشربوش ميه بصفه كويسه. طبعا الانيميا والنقص التغذيه، كل الحاجات دي كلها. بعض البنات لما بييجوا ياخدوا شاور مثلا بيستعملوا مثلا الشامبوهات اللي هي الكيميائيه، ده بيؤدي برضو للمشاكل كتير. لما بييجوا يجففوا الشعر بيقعدوا يدلكوه بقوه، طبعا الشعرايه وهي مبلوله بتكون في اضعف صورها، فبتدي يحصل تساقط بنسبه كبيره جدا. طبعا ده اهم حاجه بالنسبه لهم هي الانيميا، طبعا معظمهم بيكون عنده نسبه عاليه من الانيميا، فلازم ده تتعالج كويس. عظيم. هل في حالات ممكن تفشل في زراعه الشعر؟ حالات فشل زراعه الشعر هي بيكون مقياس للدكتور ان هو يختار الحاله بتاعته. الفشل بيكون يا اما التيم اللي شغال مع الدكتور مش قوي، او ان هو اختار الحاله الخطا. ايوه، كل ما كانت الحاله المنطقه المانحه ضعيفه، كل ما كانت النتيجه مش هتكون المتوقع بالنسبه للمريض. واحنا عندنا المرضى متوقعين نتائج عاليه جدا، فانت لازم توضح له الصوره اللي هيوصل ليها. كل حاله بتبقى موجوده عندنا ارشيف كبير ما نقدرش نزيعه. يعني مهندس احمد هو الراجل اللي عرض، يعني هو قعد فتره طويله بعيد عننا، ولما جه طبعا اول فتره 3 شهور كان التساقط بيكون بالنسبه له زياده، فبيتصل بينا يقول لنا انا حاسس النتيجه بقت ضعيفه ومش حاسس ان انا عملت حاجه، واختفى فتره وجالنا بعد 9 شهور يقول لنا ان النتيجه معاه كويسه جدا ولازم اعمل لكم تقرير عن النتيجه. تمام. فمش كل الناس كده. هو فكره مصري، هو فكره امريكي، يعني هو على فكره مثلا ميل جيبسون ومثلا جون ترافولتا، الناس دي ما بتكسفش انها تعلن ده عامل زراعه شعر. بالظبط. لكن هنا بيكون في احراج، بيبقى في احراج. يعني ممثلين كتير عملوا زراعه شعر، بس حد بيتكلم؟ محدش بيتكلم. بالظبط. فطبعا هو بالنسبه للاختيار ده اهم شيء، ان انت لازم يكون المنطقه المانحه قويه. لو المنطقه المانحه ضعيفه بنخشش فيها اصلا، لان دي طبعا سمعه. عايزه اقف قدام برضو التطور، لانه واضح ان انتوا في عالم زراعة الشعر تطورتوا جدا. الاجهزه الحاجات، احكي لي عن الاجهزه اللي بنستخدمها، واللي بيكون دقيقه جدا، بحيث ان هي اهم حاجه عندنا انك انت تاخد البصيله بدقه، وفي نفس الوقت لما بنيجي نعمل نزرع البصيلات لازم يكون المسافات ما بين البصيله والاخرى ضيقه، بحيث ان ما يبانش فيه فراغات كبيره، ورسمه الخط نفسه تكون دقيقه، بمعنى ان احنا بنحط بصيلتين جنب بعض. بمعنى الخط اللي هو اللاين، ده الفن بقى. بالظبط. ده لازم يترسم رسمه كويسه، بحيث ان اللي يشوفك ما يعرفش ان انت عامل عمليه زراعه شعر، لكن قبل كده كان ممكن يعرف ان ده عامل زراعه شعر. لكن في الوقت الحالي لا، النتائج بتبقى كويسه جدا. بنحاول ان احنا بناخد 4 5 صفوف في الامام بيكون فيهم كثافه عاليه، بحيث ان ما يبانش ان في فراغات موجوده. عايزه اخليك تشوف فيديو كده واسمع تعليقك عليه، فيديو مهم جدا. على فكره هي قعدت مصدومه كتير في الفيديو، بس احنا بقى عشان مش فاضيين قلنا عليها كفايه كده. البنت صدمت. بالزبط. استخدمت حاجه زي ثيرمال او حاجه، راحت حرقت شعرها. ده طلعت القصلة. بالظبط. ده بيبي ليز ده. فطبعا ده استخدامه طبعا استخدامه بطريقه غلط، واستخدامه فترات طويله طبعا بيؤدي لتقصيف الشعر وتدمير الشعر. بيشوف بس النظره. طبعا فقدت حاجه بالنسبه لها كبيره جدا. الناحيه دي باظت. الوقايه خير من العلاج. كل الناس مستنيه تسمع منك دلوقتي
ايه الحاجات اللي تمشي عليها عشان الشعر يبقى كويس، عشان احافظ على الشعر. فقد هكلمك عن الزراعه برضو في حاجه مهمه دلوقتي، بس قول لنا ايه اللاينز المهمه اللي نمشي عليها. اهم حاجه التغذيه السليمه، شرب الميه طبعا ده مهم جدا، لان طبعا انت عندك فروه الراس الغذاء بتاعها بيكون الميه، ده اهم حاجه بيخليها رطبه. لما فروه الراس تكون رطبه طبعا الزرع اللي بيطلع اللي هو البصيلات والشعر بيكون قوي. لو في عندنا سبب مؤثر، اذا كان في غده، اذا كان في انيميا، لازم تتعالج. اذا كان عندنا سبب وراثي لازم نحافظ على الشعر، بحيث ان احنا ما نستخدمش مكوة الشعر بصفة مستمرة، ما نستخدمش المواد اللي بتعمل فرد للشعر مهما كانت، لان اي مادة تعمل فرد للشعر لازم هتكون محتوية على الفورمالين، وده بيكون بالاضافة ان هو كارسينوجينيك، ان هو مسبب للسرطان، هو بيدمر فروة الراس. تمام. ما شاء الله تفوقتوا انتوا عن كمان زراعة الشعر موجودة في تركيا دلوقتي. تمام. انا شايف ان مصر متفوقة على تركيا. الحمد لله النتائج عندنا دلوقتي في مصر قوية جدا. احنا بيجي لنا مشاكل، حتى في حلقات تانية ممكن نذيع او نجيب صور لمشاكل حصلت في تركيا واحنا عالجناها الحمد لله، والنتائج بتاعتها رائعة جدا. يعني يعتبر مثلا كل اسبوعين بيجي لنا مشكلة من هناك. ليه؟ لان طبعا تركيا متفوقة في زراعة الشعر، ولكن للأسف ان اللي منتشر هناك كتير ناس مش متخصصة في زراعة الشعر. بس لكن احنا هنا الحمد لله النتائج كويسة جدا. انا شايف ان مصر دلوقتي انجوينج ذات التفوق، يعني النتائج طبعا عندنا فوق ال 99%. وبندي تعليمات ونتابع المرضى بصفه 24 ساعه، عندنا الواتساب بيشتغل 24 ساعه بنتابع المرضى. طبعا المريض اللي بيدور على زراعه الشعر بيكون قلق، دايما بيسال ودايما بيشوف ودايما عايز النتيجه بسرعه. النتيجه احنا بناخدها في 6 شهور، بيختلف الوضع تماما بعد 6 شهور. انا سعيد جدا الاول بزيارتك، وسعيد بالحوار معاك، وسعيد كمان انه انا شفت شغلك ما شاء الله، شفته بنفسي. حاجه جميله جدا، حاجه سعيد جدا بيه. والتعليق دايما على الحالات اللي انا شفتها من اصدقاء عملوا عندك زراعه شعر، مش باين عليهم انهم عملوا زراعه شعر، دي مهمه قوي. طبعا دي مهمه جدا ان الشخص ما يبانش عليه انه عمل زراعه شعر. بالظبط. فانا لما بشوف حالات بنفسي بتقابل مع يعني الزميل او الصديق اللي عمل هذه الحاجه، ببقى سعيد، لان انا مش بس بسمع علم، لا ده بس بسمع علم ومطبق عليه كلينيكال ستادي او على كلينيكال كيس على حالات. فانا بحييك عليه. بشكرك. وبس بشكرك على انك لبيت دعوتنا النهارده في لقاء مهم. اعتقد انه قدامنا طريق طويل كمان عشان الناس تاخد ثقافه كبيره. بالزبط. في الجلديه والتجميل وزراعه الشعر تحديدا، لانه المنطقه دي كتير من الناس ما بتعرفش عنها حاجه. اكيد. ضيف العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الاستاذ الدكتور علاء حجاج، كان كالعاده في حوار مبدع للغايه، علمي للغايه، دقيق وواضح جدا. زراعه الشعر عمليه جميله جدا، لكن هو قال الدكتور علاء قال جمله مهم جدا، نجاح العملية يعتمد على الاختيار الجيد، اختيار. ونجاح العملية يعتمد على اختيار من ناحيتين، المريض يختار المؤسسة أو المكان اللي فعلا متخصص في زراعة الشعر، ودكتور المتخصص في زراعة الشعر يختار المريض اللي فعلا هيستفيد من زراعة الشعر استفادة حقيقية. اختيار، ثقافة الاختيار هنا هي اللي احنا هندرسها لكم أو هنتعلمها مع بعض في اللقاءات القادمة في الناس الحلوة. خليكم على سلامة. الاسم أحمد عمر محمد، السن 41 سنة، المهنة مهندس اتصالات، مقيم بالخارج. المشاكل اللي كانت عندي في الحقيقة، كان عندي حالة من حالات الصلع، بعد كده ابتديت أفكر أو نويت إن أنا أحاول أعمل علاج للمشكلة اللي عندي، فابتديت أدور الصراحة في المواقع على الإنترنت على الأماكن اللي ممكن تعالج المشكلة اللي عندي. أنا الصراحة لما دورت كتير أذهلني إن أنا لقيت في أماكن موجودة في مصر متخصصة في زراعة الشعر وعندها خبرة طويلة في المجال. تواصلت مع الدكتور علاء حجاج، الصراحة ريحني جدا، اتناقش معايا، سألني عن الأسباب، سألني عن طريقة حياتي، أسلوب حياتي، طبيعة عملي، هل أنا بأجد نفسي في التفكير. الصراحة المركز حسيت إن هو متخصص أكتر من أماكن كتير تانية،
الدكتور طلب مني في الاول ان انا ابعت له صور، مجرد صور عن طريق الواتساب. خدت صور شخصيه لنفسي وبعتها له، وبعد تواصل معاه، الصراحه التواصل كان يعني مذهل. فانا بالنسبه لي في حالتي الشخصيه انا كنت حابب اغطي المنطقه الاماميه من الراس. طبعا بعد العمليه الدكتور علاء فهمني كويس ايه اللي المفروض ان انا اتجنبه، ايه اللي المفروض ان انا اعمله. ما يبقاش فيه اجهاد مثلا اول 5 ايام، لازم تكون في راحه تامه. بعد العمليه طبعا في ادويه وفي سبريز وفي حاجات كتير قوي لازم الواحد يتابعها، ومع الدكتور علاء بصفه منتظمه. يعني حتى بعد العمليه هو كان شخصيا بيتصل بيا دايما، بيسال عليا ايه الاخبار، عملت ايه، انت فكيت الرباط ولا لسه، حاسس بألم في الراس ولا لا، عندك صداع، عندك اي مشكله ولا لا. دي حاجه من الحاجات اللي حسيتني براحه نفسيه كبيره. فطبعا طمني، قال لي ما تقلقش، احنا زي ما قلنا النتيجه الطبيعيه بتظهر من 6 ل 8 شهور، مش اقل من كده. انا بعد 4 شهور حسيت انه لا، لسه في اماكن عندي في شعري مش مظبوطه قوي، مفيش نفس الليفل في الشعر من الجناب اطول من المنطقه الصلع، لان عندي صلع في المنطقه الاماميه. فاضطريت ان انا احلق شعري كله بالمكان عشان انا حسيت بانزعاج. فبعد كده على الشهر الرابع ابتديت احس بالكثافه، يعني الشعر ابتدى يطلع بس مش بالكثافه المطلوبه، مش زيه زي بقيه الشعر. فانا بعد 6 شهور او 8 شهور انا مبسوط جدا جدا، وانا دلوقتي حاليا بسجل معاكم، وحبيت احكي لكم عن تجربتي الشخصيه. مستوى غير طبيعي، وانا ما كنتش متخيل ان المستوى ده ممكن يكون موجود في مصر. انا فعلا وصلت للمستوى بتاع الرضا التام عن العمليه بتاعه زراعه الشعر اللي انا عملتها في مصر.